من جديد صباح الخير لكل متابعينا. وصلنا الآن لفقرتنا الرياضية وآخر الأخبار الرياضية، وانضم لنا في الاستوديو الزميل محمد حسيبة. محمد، أكيد الخبر الأول حيكون عن فوز الفيصلي اللي فرح كل الأردنيين يوم أمس، احكي لنا أكثر عن هذا الموضوع، عن هذا الانتصار. أول شيء صباح الخير ليلى، صباح الخير أشرف. يعني بجوز حالنا حال كل الشعب الأردني امبارح لحد الآن بجوز مش نايمين من الفرحة، لأنه المباراة كانت انتهت بعد منتصف الليل، والأفراح جابت شوارع المملكة كلها بهذا الانتصار. بجوز الفوز على الأهلي المصري له نكهة خاصة كانت امبارح، وخصوصا أنه المباراة كان عليها كثير حديث أنه الأهلي المصري بده يلعب مع الفيصلي، لأنه بيعتبر أنه هو طريقه للعبور للمباراة النهائية. ولكن نادي الفيصلي أكد من جديد أنه هو نادي من أقوى الأندية العربية والآسيوية في هاي المرحلة بالذات، وتحديدا امبارح احنا شفنا كيف لاعبين الفيصلي المحترفين والعمل الجماعي اللي كان من خلال الإدارة والجماهير، وأيضا اللاعبين اللي قدموه بالأمس أكدوا أنه النادي الفيصلي نادي لا يمكن تجاوزه بسهولة. هو صاحب الإنجازات ومن النادي الأوائل في الأردن بحقق إنجازات للكرة الأردنية، وبالتأكيد هذا الإشي افرح الشعب الاردني، وخصوصا انه شفنا انه الاهلي بهاي المباراه حاول انه يحشد كل نجومه ويحشد كل جماهيره ويحط مكافئات لهي المباراه، ولكن كانت النتيجه بالنهايه لصالح الفيصلي اللي كان حديث الشارع الرياضي العربي امبارح بالامس بنتيجه الفوز على الاهلي المصري. نعم. طيب محمد، احنا رح ناخذ اتصال مكملين معك، ولكن رح ناخذ اتصال نتحدث فيه عن الانتصار اللي حققه الفيصلي في القاهره. معنا عضو مجلس اداره الفيصلي سامر الحوراني. سامر، بداية ألف مبروك. طب بداية الله يسعدكم بخير ومبارك في كل سنة. نعم، نتحدث شوي عن أجواء الانتصار الثمين اللي حققه نادي الفيصلي على الأهلي المصري في عقر داره. طبعا يا سيدي، الحمد لله رب العالمين، أثبتنا للجميع، أثبتنا للإخوان بمصر، للجميع القنوات المصرية، أنه الفوز على الأهلي بالمباراة الافتتاحية ليس أنه تحصيل حاصل أو مفاجأة أو لنقص صفوف النادي الأهلي، لا، الحمد لله رب العالمين. اخذنا بالدور الاول علامه كامله 9 نقاط، وحطونا بقرعه انه نلعب مع النادي الاهلي صاحب الارض والجمهور والبطوله الافريقيه والبطولات الافريقيه، واستطعنا اقدر ان نتغلب عليه، ولو بجوز لو في شويه كمان تركيز وتوفيق كانت النتيجه اكبر من هيك. نعم، الحمد لله رب العالمين. هون نعم، الزملكاويه كلهم مبسوطين، الجمهور الاردني. نعم، فرحة الأردنيين اللي بعمان لا توصف، يعني وصلنا امبارح شو اللي صاير بعمان أو بالأردن كاملة، فهذا فخر لنا. هو فخر للأردن كله. سامر، سامر، الجماهير الأردنية في مصر شو كان دورها في مؤازرة الفريق؟ احنا جمهورنا هو اللاعب رقم واحد ستي. نعم، ووعدنا كمان هون الإخوان بمصر إنه إذا خوفهم بدهم الأهلي مشان المباراة النهائية تكون جماهيرية، وعدناهم انه جمهور الفيصلي حيتواجد بكم وحيتواجد اعداد كبيره يلي تعطي نكهه حلوه للبطوله العربيه. نعم نعم. طب سامر، الجماهير بتتساءل الان عن العروض اللي تتحدث عنها وسائل الاعلام للمدرب نيبوتشا، شو حقيقه هالعروض المقدمه لنيبوتشا؟ نيبوتشا مدرب للنادي الفيصلي وحيكمل مع النادي الفيصلي. نعم. طيب سامر، هل رصدت إدارة الفيصلي أي مكافآت للاعبين سواء يعني على الإنجاز اللي تحقق أو إذا تم مثلا أو فزتوا بتحقيق اللقب؟ الدور الأول كان له المكافأة 75,000 دولار. نعم، استلموا منهم 50,000 دولار ومنهم هون بمصر. المباراة امبارح مكافأة حدود 125,000 دولار للفريق. نعم، ومعالي الشيخ رصد لهم للمباراة النهائية. نعم، بعون الله غير يكون الفوز حديثنا وغير نرجع لعمان بالكأس ونفرح الشارع الأردني إن شاء الله، إلى المكافأة 500,000 دولار. نعم، يعني سامر مصدر فخر كنتوا إلنا ولازلتم، واتمنى لكم كل التوفيق في المباراة النهائية. شكرا لك سامر، وأنت عضو مجلس إدارة الفيصلي سامر حوراني، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك. نرجع لك محمد حسيبة، يعني بالأمس نيبوتشا قال إنه الجهد اللي الفوز اللي تحقق نتيجة الجهد اللي حققه فريق الفيصلي، وأيضا احنا سعينا للمنافسة. بالمقابل حسام بدري مدرب الأهلي المصري قال إنه هناك كان في أخطاء تحكيمية أو إنه الفوز جاء نتيجة خطأ تحكيمي، شو حقيقة الادعاء هذا اللي بيحكي البدري؟ يعني شوف، هو الأهلي المصري أنا حكيت لك أشرف إنه حاول قبل المباراة إنه يضغط على الفيصلي من خلال الوسائل الإعلام، من خلال الجماهير، وأيضا نظام القرعة اللي تغير قبل الدور نصف النهائي، لأنه أنت الفيصلي والأهلي
الاهلي تواجهوا بالدور الاول، مش من المعقول انهم يتواجهوا بالدور نصف النهائي. غيروا نظام القرعه وهذا الشيء حاول انهم يضغطوا فيه على الفيصلي، انهم هم بدهم يلعبوا مع الفيصلي مشان يستدوا للخساره الاولى. اذا بدك تحكي عن وكان في تخوف يعني من فريق الفيصل، حتى احنا حكينا بهذا الصباح انه ممكن يعني يكون هذا خلينا نحكي تحشيد الجماهير، وايضا رجعوا اللاعبين الاساسيين الاهلي كله استعدادا ليحققوا خلينا نحكي انه الفوز هاي المره، لانه اول مره كانوا مصدومين بفوز الفيصلي، فكانوا هم داخلين بنفس كتير قوي، كنا احنا خايفين او من هذا الموضوع. شوف الضغط اللي عمله الاهلي انقلب على الاهلي ولاعبينه، يعني هم اللي خلقوا اجواء الضغط، وهم اللي خلقوا الاحاديث الاعلاميه والاخره، انقلبت هاي بالملعب على لاعبين الاهلي وسجل نقطه للفيصلي يعني بالتاكيد على انه عم بيلعبوا امام الاهلي المصري وامام جماهيرهم هذا الضغط، وكانوا هم امبارح بعيدين عن الضغط النفسي وعن الضغط العصبي. ولكن بما يخص قضيه التحكيم، يعني حسام بدري حاول انه يحمل الخساره اللي صارت امبارح للتحكيم. اذا بدك تحكي على التحكيم امبارح، التحكيم اعطى الاهلي المصري وقت بدل ضائع 8 دقائق، والهدف اللي اجى للاهلي المصري بالدقيقه 9 من وقت بدل ضائع، فيعني انه التحكيم كان حاول انه يساعد الاهلي في مباراه الامس، ولكن الاهلي ما ساعد نفسه في هاي المباراه. بالتاكيد الفيصل الاداء اللي عمله امبارح، او خلينا نحكي حيد كل لاعبين الاهلي المصري اللي هم النجوم اللي جابهم مشاركهم بالمباراه، هذا يحسب للمدرب نبوتشا، يحسب للاعبين كيف كانوا على قدر المسؤوليه في مباراه الامس. بالتاكيد كانت هي مباراه تحدي بين اللاعبين، لانه شفنا ايضا هناك نوع من النرفز اللاعبين الاهلي، وبجوز اللاعب كابتن النادي الفيصل بهاء عبد الرحمن صرح امبارح بعد المباراه على طول لاحدى القنوات التلفزيونيه انه لاعبين الاهلي تعاملوا مع الفيصلي بغرور وتعالي، انه هذا السبب الرئيسي اللي كان لخسارتهم امام الفيصل في مباراه الامس. نعم. طيب خلينا نتحدث عن المباراه القادمه للفيصلي، المباراه النهائيه اللي راح تكون اما راح تجمعه بين الفتح الرباطي المغربي والترجي التونسي. شو توقعاتك للمباراه ومين اللي ممكن يكون مع الفيصلي؟ يعني شوف اي فريق راح يلعب مع الفيصلي مش سهل التاكيد، اي فريق واصل للدور نصف النهائي هو فريق قوي بالتاكيد، يعني لا محاله، لانه وخصوصا انه نحكي الفريقين تصدروا مجموعتهم، يعني الترجي كمان جاب 9 نقاط مثل الفيصلي في الدور الاول، هو احد ابطال القاره الافريقيه، يعني هو بينافس الاهلي المصري دائما على لقب دوري ابطال افريقيا، فاذا واجهنا الترجي التونسي كان راح نواجه نسخه جديده من الاهلي المصري في المباراه النهائيه، بنحكي من ناحيه القوه، من ناحيه السمعه، من ناحيه نحكي كاريزما الباحثين عن اللقب، يعني الترجي زي الاهلي المصري لا يمكن انه يخفي اللقب، لكن فتح الرباط المغربي ممكن نحكي انه اخف شوي من الترجي التونسي، لانه ما عنده هذيك نحكي القوه البدنيه والقوه السرعه في بطريقه لعبه الكره، يعني نحكي الطريقه الجماعيه والطريقه السريعه اللي بيمتاز فيها الترجي التونسي والاهلي المصري في الادوار الاولى من بطوله الانديه العربيه، ولكن بشكل عام الكره الافريقيه تمتلك ميزة الأفضلية على القارة الآسيوية. أكيد يعني إحنا محليا بدنا نختم الحديث عن موضوع الفيصل اللي فعلا مبارح رفع راسنا، وفعلا إنه زعيم لقب يعني بيستاهله. بدنا نروح هلا سريعا دوليا ولا نيمار وللصفقة، هل تمت الصفقة تاعت نيمار؟ يعني هي تقريبا 99% خلصت الصفقة، ولكن ما أعلنوا عنها بشكل ما رسمي. تم الإعلان عنها باريس سان جيرمان، يعني بالنهاية بجوز ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان صمت لما سألوه امبارح عن نيمار وابتسم للصحفيين، وهذا أعطاهم إشارة انه نيمار قريب من باريس سان جيرمان، وخصوصا انه ايضا نيمار ودع لاعبينه بالامس في برشلونه، يعني التقط كل كاميرات التلفزه، مما اجبر نادي برشلونه انه يصدر بيان انه نيمار رحل عن برشلونه، ولكن لم يعلن وجهته المقبله، ولكن بالتاكيد اللي قادر يدفع 500 مليون دولار هو باريس سان جيرمان، هو النادي الوحيد يعني اللي راح ينتقل. على العموم لازمنا نعيش اجواء فرحتنا بالفيصل. بدنا نشكرك محمد حسيبه على كل الأخبار أعطتنا إياها سواء محلية وأيضا عربية ودولية، شكرا لك. شكرا لك.